يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها والرسول صلى الله عليه وسلم مدفون عندها، يحتج به بعض القبوريين، فبماذا يجاب عنه؟ أصلاً بيت عائشة ما بني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مبني على أنه مسكن سكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مدة، ثم لما مات دفن فيه، وعرفتم السبب في دفنه في بيته، المحافظة عليه من الغلو، هذا هو المقصود. ومن قالك إن عائشة تصلي عند القبر؟ البيت واسع، تصلي في مكان آخر. نعم.